اهلا بيكم طلبه وطالبات الصف الاول الاعدادي، يا رب تكونوا مذاكرين وكده. تعالوا نحل كام موديل مع بعض عشان نشوف شهر مارس اخدنا فيه ايه. يلا معايا، تعالوا نحل الاول موديل 1. موديل 1 بيقول ايه؟ ان شاء الله الجبرا وجيومتري. بيقول a باور 3 تايمز a باور نيجاتيف 1 تايمز a باور 2 ايكوال كام؟ تعالوا نفتكر مع بعض، قلنا بنعمل ايه؟ تمام، هنكتب ايه هي واحده هو كاتبها ونعمل باورز بلس بعض. اللي مش عارف يعمل بالكالكوليتر، 3 بلس نيجاتيف 1 هتبقى 2، 2 بلس 2 كام؟ 4. يبقى الانسر A باور 4. تمام، يا ريت الناس تسبقني عشان تكون ايه حافظه، قصدي مذاكره يعني. انا جت على السؤال الثاني وخلتني اتلخبط ليه بقى. بص الغلطات بقى، بيقول ده مالتيبليكيتيف انفرس اوف ده، تقوم الناس على طول كاتبه الاجابه. اي حاجه يطلبها ما تحلش غير لما تجاوب اللي هو عايزه. مالتيبليكيتيف انفرس اوف الرقم ده اي حاجه باور 0 ايكوال كام؟ 1. المالتيبليكيتيف انفرس يعني اشقلبه، يبقى الاجابه ستيل 1. لو كان طلب الاديتيف انفرس كنت هجيب برضو الاجابه الاول بتاعته 1، والاديتيف انفرس هشقلب الساين تبقى الاجابه كام؟ نيجاتيف 1. تعال نشوف اللي بعدها، ما تفوتش اي حاجه بيقولها. بيقول اف اكس ايكوال واي، يعني اكس وواي قد بعض، يعني لو اكس ب 2 الواي ب 2، لو اكس ب 5 الواي ب 5. حطوا اكزامبلز من عندكم ارقام عشان تعرفوا تحلوا. قال لك يبقى ذير فور، سوري ذن نيجاتيف 3 اوفر 4 باور اكس ماينس واي. انا عارفه ان اكس وواي قد بعض، فلما اعمل اكس ماينس واي تبقى الاجابه كام؟ 0. يبقى اي حاجه باور 0 ايكوال كام؟ 1. يبقى الانسر بتاع نمبر 3 ايكوال 1. اللي بعدها بيقول لك اكس ايكوال نيجاتيف 3 واي ايكوال 2 ذن اكس باور واي. هو عايز اكس باور واي، نفتح براكت نكتب اكس جوه اللي هي مين؟ نيجاتيف 3 باور واي اللي هي ايه؟ الواي بره فوق باور كام؟ 2. بقت نيجاتيف 3 باور 2. فاكرين الايفن باور بتعمل ايه؟ بتطير النيجاتيف كانها 3 باور 2. يبقى الانسر كام؟ 9. اللي مش والله العظيم 3 باور 2 مش 6، انا بحلف لكم عشان انا بشوف السرعه والناس شاطره. 3 باور 2 يعني 3 تايم 3 يبقى بكام؟ ب 9. وتاكد بالكالكليتر برضه. اسئله جيومتري بقى، بيقول ذا سم اوف ذا انتيريور انجلز اوف ذا هيبتاجون. ايوه الناس الجميله قالت يا ميس في رول بتقول ان ماينس 2 تايمز 180. ونشوف بقى نعمل ايه. هنقوم حاطين 7 ماينس 2 تايمز 180 تطلع الاجابه كام؟ 900 ديجري. ده السم بتاع الهبتاجون. نراجع بسرعه، تراينجل كوادريلاترال وبعدين كوادرانجل عنده 3 سايز، كوادريلاترال 4، بنتاجون 5، هيكساجون 6، هبتاجون 7، اوكتاجون 8، نوناجون 9، ديكاجون 10. بيقول ذا اي بوليجون هاز ات ليست 1 ريفلكس انجل. فاكرين الاغنيه؟ الكونفكس ما فيهاش ريفلكس. هو هنا بيقول ايه بقى؟ has at least one reflex، عندها reflex. يبقى دي مين؟ شاطرين، اسمها concave، والconvex ما فيهاش reflex. اوكي يلا اللي بعده. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان ذا opposite figure اللي هو ده. اشوف الناس الجميله 360 ماينس، بس احنا اتفقنا ان هو بيقول لك، هو اصلا بيقول find with proof، فاحنا لازم نكتب proof. بيقول ايه بقى؟ عايز measure angle CMD. فين CMD؟ CMD اللي هي دي واحده من التوينز. يبقى انا لازم اجيب الام الاول الكبيره، هجيبها ازاي؟ من 360. فهنقوم كاتبين كده since the sum، فاكرين؟ the sum of accumulative، هختصر الكلام عشان ايه؟ نشتغل اكتر. the accumulative angles around مين هنا؟ النقطة اللي في النص m equal 360، عشان الانجلز around m 360، يبقى therefore الأم الكبيرة اسمها ايه؟ measure angle dmb equal 360 minus كل دول ال 80 وال 120 وال 60. خلاص؟ في ناس جميلة تقول ايه؟ طب يا ميس ما في طريقة أسهل، ما تيجي نعمل 180 minus. هو ما جابش سيرة ستريت لاينز، بس هو فعلا اللي تحت ستريت لاين. بص دي كده 120 و 60 180، يبقى اللي فوق كمان كام؟ 180. يبقى الأنسر اللي هيطلع هنا كام؟ هتطلع 100. طب أنا عايزة واحدة من الاتنين، يبقى أقول له سينس. هي ايه اللي خلاهم يتقسموا؟ عشان هو قال لك ام سي، ام سي بايسكت انجل ام دي بي ام دي. يبقى اقول له سينس ان ام سي بايسكتس، عشان ام سي قسمت انجل بي ام دي، يبقى ذير فور الانجل اللي احنا عايزينها اللي هي ميجر انجل سي ام دي ايكوال 100 ديفايدد باي 2 تطلع كام؟ 50 ديجري. ده اول طلب. تاني طلب بيقول ايه؟ بيقول عايز ميجر انجل اي ام سي. كده انا جبت دي 50 ودي كمان كام؟ 50. عايز اي ام سي اللي هي دي كلها، يبقى ذير فور ميجر انجل اي ام سي
equal 50 plus 60 تطلع كام؟ 110. خلاص؟ اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول لك هنا بيقول in the opposite figure عايز الاثنين دول parallel، طالما parallel يبقى فيه حرف اليو. خلاص؟ دي اخر مساله وهخلصها. ما دام حرف البارل يبقى ما دام حرف اليو يبقى دول بارل. خلاص؟ يبقى السم بتاعهم 180. احنا هنجيب الانجل دي الاول، هنقول سينس عشان بس الحق اقولها، هنقول سينس ذا سم اوف ذا اكيوميتيف انجل اراوند بوينت اي ايكوال 360، هعمل 360 ماينس الاثنين دول دي هتطلع كام؟ 140. وبعدين هقول له سينس ان اي بي بارل تو سي دي يبقى ميجر انجل سي كام؟ 180 ماينس 140 تطلع الانجل كام؟ 40 ديجري. ربنا معاكم ان شاء الله، وقعدوا ذاكروا وحلوا امتحانات وحلوا اكسرسايز، الدنيا تمشي معاكم ان شاء الله زي الفل. السلام عليكم.